جاني مره الشباب يا اخوان لبس يا اخوان جيت سنه لاي والله اني غض البصر عنه لبس فاتح صدر وحركات وياي يا شيخ انا لو البس اللبس صرت حلو لا ياي مره قلب ودها تعال بيك الله يستر الله يستر والله قلت سام قال ابيك قلت ابشر انت جاي واحد قلت ابشر وجيت قال ابوي انا بقول لك حاجه قلت سام قال انا انخطفت الله يقول انخطفت ياي قلت ايش؟ قال انا انخطفت والله قلت طيب من خطفت؟ قال عرب الجدار قال والله العظيم يا ابو هدى اللي خطفني كنت اثق فيه يا شيخ انخطفت من انخطفت قبل خطبه ولا الاخيره خطبه حرام ودار وحنان في فرق بين الفاء والباء ولا انت معاذبت شكلك والله في خطبه وذكروني فيها شباب بعض المناطق زرناها فيها المرضي فيقول خطفت يا اخوان كيف الخطف قبل ثقت بفلان فلان عارف بجي قسم بالله يا اخوان انا خاتم شمعه اياح يا شيخ عارف بجي رايحين فيها يا شيخ طلع مسدس طلع الوهداء حط براسه يا تموت ما عنده انا علي قضايا شوف كيف وراح عرضه شرفه سبت ايش؟ سبت هذا الامر قلت معليش اول لوم عليك انت والله لو انك زي الرجال ما حد يجيك لو ان لبسك لبس رجال والله ما حد يجيك ولا حد يفر عليك ولا حد بالعكس يا اخوان الرجال حتجي يا اخواني لكن بعد شوي اخذها موضه الان اللي قلدونا الان انا اسمه ايش؟ اسمه نفسي نانسي هو اسمه مرداس اسمه تميع وحركات والشنب ذا تلقاه العرب يا حبيبك ما قلت والله ليش حلك يسوى نطلع سوا وش حلي لنا يا حبيبي انا وابد وخرفنا وشغل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز يا اخوان فيا اخوان الواحد يرجع الى الله عز وجل وزين اموره مع الله عز وجل يا قسم بالله يا اخوان واللي يعلم الله اتكلم عن نفسي والله العظيم كنا بحفر يا شباب حفرة تطلع يمين يسار يمين يسار ما تطلع طالع يا ولد مفروض ايش كيف اطلع المفترض اني ارفع راسي لا السماء بس السماء مفتوحة ولا يا شباب اطلع لكن امشي يمين قدام يسار ورا خلف قسم بالله يا اخوان ظلام والله ظلام حب تعلقات امك بالبيت تبكي ابوك بالبيت يبكي كل الناس يا اخوان كل الشباب اللي يعرض عن ذكر الله والله ان حياته ضنك